ابتسام حبيبتي من فضلك اتكلمي بالراحة عشان احنا متابعينك ومش ملمين، يعني مش بنفهم المغربي قوي، يعني بسرعة انتوا بتتكلموا بسرعة خطيرة جدا. فحبيبتي ارجوكي اتكلمي بالراحة عشان ايه؟ عشان نقدر كلنا نفهم ونستفيد. فهاد فيديو هذا غادي يكون بالراحة عشان الكل يقدر يفهم. فنمر لايه؟ نمر لتقديم الوصفة، تقديم الوصفة. سلام ناس، مرحبا بكم في فيديو جديد، انا ابتسام جديدة معنا. ما تنسيش تشاركي وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. كنسى وكنتكلم بسرعة بحال تكون جارين عليا. اوكي معكم غنتعلم نضرب شوية. فالفيديو ديال اليوم غادي يكون وصفة لعلاج الشعر الجاف المتقصف والمتقرد والمتقرد، وصفة لعلاج الشعر الجاف متضرر واللي كيتكسر بسهولة. طبعا الحال حتى هي غتكون من سلسلة العروس، ولكن ما فيها باس ندوزو في وجه العروس. طبيعة الحال في الفترة ديال الشتاء ما كنزعموش وما كنقدروش ندير وصفات خصوصا للشعر، لانه كياخذ فترة طويلة على ما ينشف، كيبقى يحسسنا احساس بالبرودة وكذا. انا عن نفسي الشعر ديالي كيصبح جاف بزاف بعد فصل الشتاء، لانني ما كنهتمش به، فقط زيوت وكذا. يعني الشعرة رقيقة جدا ضعيفة، دغيا تكسر شعري جاف. والفترة اللي جاية بطبيعة الحال هي فترة الصيف، يعني الشعر كيجف بشكل لا يصدق، يعني المسبح ما كنبقاوش نخرجوا من المسبح، كنمشيو للبحر بشكل كبير، فالشعر ديالنا كيتضرر وكيزيد يجف. هاد الوصفة اللي جبت لكم اليوم هي واحدة من أروع الوصفات اللي عندي أنا شخصيا. إذا كنت شعرك يعني جاف جدا ومتقصف، كنصحك بهاد الوصفة، حتى بالنسبة للبنات اللي كيعجبهم اللون الشوكولاتي يعني اللون البني، حتى السيدات اللي كيبدا يظهر عندكم الشيب، إذا داومتي على هاد الوصفة هذه غادي يولي عندك واحد اللون اللي هو بني أكثر من رائع، يعني خيالي. غادي نخليكم تبدزوا باش تشوفوا المقادير وغادي نرجع باش غادي نطبق على الشعرات. بالنسبه لشعري دوشت البارح في الليل، يعني خدت دوش البارح في الليل وخليت شعري درتو هكا في هاد الفولار هذا، لانني بغيت الشعر يبقى فيه واحد الاثر، غير فقط اثر ديال الماء، ما يكونش مبلول كليا وما يكونش ناشف كليا، باش تكون مهيئه ان احنا نديروا فيها الوصفه. غنخليكم تدوزوا باش تاخذوا المقادير وغادي نرجع باش نطبق. مشيت انا ندير شي فولار غاليه. فاول حاجه غادي ناخذوها هي ربع كاس من الكوكو باودر اللي يكون غير محلى، يعني اللي كيستخدم في الحلويات، غير محلى كليا وكتكون النكهه ديالو يعني طاغيه، توفر في الاسواق. معاه غادي ناخذ الطول ديال شعرك، فخليت معاه هنا علبه زبادي يعني بدون سكر. انا جايبه اثنين لان الشعر ديالي طويل. غادي نضيف صفار بيضه وغادي نمزج هاد المكونات، هي لان الباودر الكوكو باودر كيطير كيما عارفين، فغير قليلا قليلا. ملي كنقول لكم قليلا قليلا راه غير كنضحك معاكم، عرفناها شيئا فشيئا. كنا غادي تقلنا لكم قليلا قليلا، وهي تجينا واحد الاخت واحد الاستاذه ديال اللغه العربيه ما قالت لي محاضره لا وكيفا ونحن اننا كيجي هذا، يعني باينه هذا الشعر كيفاش غادي يدير له، يعني الشعر كتولي لكم كيكه فوق الراس ديالكم. لا كنضحك معكم فعلا فعلا فعلا، هذا من اروع الماسكات، هذا ما غاديش يقدني. ف غادي نضيف العلبه الثانيه، يعني هذا من النوع ديال الماسكات اللي كيدار للوجه والشعر، يعني بامكانك ديريه حتى للوجه لانه مرطب من الطراز الرفيع. اش كاين كيكه ولا ماشي كيكه؟ يعني كيجي بنين هاد السيل، كيبان لك فحال شي حاجه هكا. كتبع الحال النصيحه ديالي لكم كالعاده هو ديروا هاد الشيء في الحمام، ما ديروش بحالي انا، وديروا هاد الشيء ديالكم في حمام. شعري مازالو، وغادي نبداو ديروا الشعر ديالكم كله خصله بخصله من الجذور حتى الاطراف. يعني ما تمشطوش، فقط تاكدوا بصباعكم ان الوصفه وصلت للشعر كله. يعني انا دائما كندير القصف العشوائي في هادشي ديال لي ماسك، النص الاول الشعر كنديرو مزيان والنص الثاني ما كنخليليهش. فدابا غادي ندير هاد النص هذا، بارك عليه تعال شاطلي ونكمل.
دابا غادي نمر للجزء الثاني، غادي حتى هو ندير فيه ما تبقى من الوصفه وغادي نرجع. فدابا بطبيعة الحال كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما طبقت الماسك على شعري كامل غير نخلي 5 سوايع في شعري، يعني من 4 ل5 سوايع هو في الشعر، عاد غادي تغسل بشي شامبو اللي يكون يعني خفيف على الشعر، ما تكونش شي حاجه اللي ثقيله. ومن بعد غادي ندير له الباتشا، باتشا بشكل عادي، ما غادي ندهنو ما والو، غندير له الباتشا. غنخلي لكم الفيديو هنايا، غتلقاو في الاخير ديالو الباتشا، يعني ما كاينلاش نعاودو نفس المراحل. وغادي ان شاء الله غدا غادي ينزل فيديو، ماشي غدا لا، من بعد هذا الفيديو هذا تقريبا بيومين غادي ينزل الفيديو ديال السيروم اللي كندهن به شعري اللي محضر 100% منزلي، ويا بنات اكثر من رائع، غتوليو مدمنين عليه. فترقبوا ان شاء الله الفيديو اللي غادي ينزل من ورا هذا بتقريبا يعني يومين او 3 ايام، غيمشيو متابعين يعني، لانه غيكون الجزء الثاني ديالو. غنعطيكم الوصفه ديال سيروم الشعر وغتشوفوا الناتج ديال هذا الماسك هذا على شعري. بزاف البنات سالتوني اشنو كديري لشعرك ملي كيكون مرطب، فقط هذه الطريقه، يعني ما كنديرش لي حراره ولا كذا، فقط الباتشا والسيروم اللي غادي نتشاركوا معكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، وحتى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. من حتى تما تهلاو لي فراسكم بزاف، كنبغيكم غزالتي سلامه، وكنصحكم ديروا هذا الماسك هذا. باي باي.